الراديو 90 90، هواها مصر. هنروح بقى للسوشيال ميديا النجوم ونبدا مع بعض باول خبر عن محمد رمضان. نزل محمد رمضان فيديو لجمهوره خلال تصوير فيلمه الجديد الديزل في حدائق القبه، وعلق رمضان على الفيديو قال امبارح مع اهالي منطقه حدائق القبه الكرام واحنا بنصور الايام الاخيره من فيلم الديزل، فيلم عيد الاضحى المبارك ان شاء الله، وانتظروا اغنيه ميت مسا يا برنس قريبا. وعلى انستغرام كمان نزلت شذا صوره مع رضا عبد العال لاعب الاهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، وعلقت عليها وقالت الوحيد اللي كان فاهم كل حاجه اشهر واحد في مصر دلوقتي الكابتن رضا عبد العال. على تويتر بقى ردت احلام على خبر طلاقها من جوزها مبارك الهجري واللي انتشر الحقيقه خلال الساعات اللي فاتت، وقالت احلام يا صاحب الهاشتاج المشكله انه يحبني وانا احبه واحنا نحب بعض. ايوه قال لك ماشي طيب حاضر يا احلام. على تويتر بقى كمان نزل محمد هنيدي صوره من مسرحيه الاباندا وعلق من خلالها على خبر انتقال رونالدو لنادي يوفنتوس الايطالي، وقال من البدايه كنت مشجع كبير لليوفي. اما حكيم فنزل صوره لابنه عمر على انستغرام خلال ممارسته لرياضه ركوب الخيل، وعلق حكيم على الصوره وقال الفارس عمر حكيم بيجهز علشان يكون بطل مصر في الفروسيه ان شاء الله في المستقبل القريب، وانا مستني اليوم ده يا رب. اما بقى عن امال ماهر فنزلت صوره لوالدها في الذكرى السنويه الثانيه لرحيله، وكتبت امال في الذكرى الثانيه لوفاه والدي الحبيب افتقدك في كل لحظه في حياتي، وارجو من الله الرحمه والمغفره لروحك العطره، وارجو منكم الدعاء له بالرحمه الله يرحمه ويحسن اليه. اما بقى نروح لكند علوش، وجهت الحقيقه تهنئه خاصه لشيرين رضا بمناسبه عيد ميلادها، ونزلت كندا صوره بتجمعها بغاده عادل وشيرين رضا وزوجها عمرو يوسف، وعلقت على الصوره وقالت كل سنه وانت طيبه يا شكشوكه قلبي. اما بقى على تويتر علق احمد السقا على خروج منتخب السامبا البرازيلي قدام منتخب بلجيكا في دور الثمانيه لكاس العالم، وكتب السقا ماذا يحدث بكاس العالم. على انستغرام كمان نزل محمد سامي صوره بتجمعها بزوجته مايا عمر، وعلق على الصوره وقال انا محظوظ بيها ربنا يخليكم لبعض. أمير كرارة بقى نزل صورة جديدة مع زوجته على البحر كده، وعلق على الصورة وقال جملة واحدة كده أنا ومراتي وإحنا مش واخدين بالنا يا سلام. أما بقى أحمد داود فروج لدوره في فيلمه الجديد 122 واللي هينافس بيه في موسم عيد الأضحى اللي جاي، ونزل صورته من الكواليس وقال فيلم عيد الأضحى إن شاء الله. دي شوية كده من أخبارنا، ويعني قلنا كده إيه يعني نسخن كده بأخبار السوشيال ميديا، ولسه بقى الأخبار التقيلة جاية ورا.